خرجنا لكم مستمعينا دائما من خلال فقرات ليلة مولاتي المتنوعة، واخترت لكم بعض الاقتراحات اللي هما خفيفين سهلين وغادي نبداو. كنعرفوا على انه ما تنبغوش نديرو كوكوط بزاف، ما تنبغوش نطيبوا شي حاجه اللي هي ثقيله او لا مريقه، يعني الا لا تشهيناها. فكنبغيو حويجات اللي يكونوا هما خفاف مع شليضه مع هذا الصيف، لانه كيكون الحال على سخونه، فكنبغيو شي حويجات اللي هما مبردين اكثر. فبالنسبه لهذا الاقتراح الاول هما فخيضات ديال الدجاج بالياغورت مسوس. غادي ناخذوا الفخيضات ديال الدجاج وغادي نحاولوا على انه نقيوهم مزيان، قادوهم نغسلوهم ونشفوهم مزيان، ضروري انهم يكونوا منشفين مزيان من الماء. وهذوك الفخيضات الا كان فيهم جلده كثيره بزاف نحاولوا نقصوا منهم، نخليو غير واحد شويه بالنسبه للناس اللي تيبغيو انهم ملي تحمر تجي ديك الجلده مقرمشه، والا ممكن انكم تحيدوا الجلده تماما من دوك الفخيضات ديال الدجاج وتخليوهم، يعني غير ديك الهبره اللي باينه فيهم. غادي ناخذوا في المقادير ياغورت مسوس الخاصه ياغورت مسوس. الا كانت الكميه قليله ديال الفخيضات ديال الدجاج غادي ديروا مثلا غير جوج ولا ثلاثه المعالق، الا كان الفخيضات ديال الدجاج كثير ممكن انكم ديروا ياغورت واحد جوج ياغورت على حسب الكميه ديال دوك الفخيضات ديال الدجاج. قد ما كانت الكميه كثير قد ما كتزيدوا كتضاعفوا المقادير ديال العطريه. قلنا ياغورت مسوس، معلقه كبيره ديال المطارد، شويه ديال الملح والابزار، شويه من الثومه بودره الا ما كانش نحكوا الثومه العاديه في الحكاكه، يعني تكون محكوكه مزيان، شويه ديال السكينجبير، واحد الطريقه صغيره ديال التحميره، احنا بغينا يكون يبقى داك اللون بيض، واحد شويه ديال التحميره ما تكونش كثيره. فهادو هما المقادير. قلنا فخيضات ديال الدجاج بعد ما غسلناهم نقيناهم حيدنا منهم الجلده، وكيبقى الاختيار ديالكم اللي تيبغي انه يكون جلده غير الا كانت كثيره بزاف ينقص منها مزيان ويخلي غير واحد شويه، الا ما كانش فحنا نحيدو دوك الجلده من دوك الفخيضات نغسلوهم مزيان ونشفوهم، ثم غادي نديروهم في واحد التتبيله اللي فيها ياغورت مسوس، معلقه كبيره ديال المطارد، الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال الثومه بودره اولا جوج دريسات ديال الثومه محكوكين مطقوقين مزيان، شويه ديال السكينجبير وطريقه ديال التحميره. غادي نخلطوا هاد المقادير مع بعضياتهم ونحاولوا ناخذوا الراس ديال الموس ونبداو نفلحوا في هذوك الفخيضات، وما ندخلوهمش يعني ما نغيزوهمش بزاف، حتى انه ديك لانه كنعرفوا الفخيضات تيكونوا رطبين ودغيا الى وركنا عليهم بزاف يقدروا يتحلوا لنا من العظم ديالهم. فغادي غير نتكوهم واحد شويه، نفلحوهم واحد شويه وغادي ندوزوا عليهم، يعني نحاولوا اننا نرقدوهم مزيان في هذه التتبيله نخليوهم. عندنا الوقت الكافي راه ممكن اننا نديروهم ليله من قبل، بما انه هذا الشرموله اولا التتبيله ما فيهاش البصله اللي غادي تاكسد لينا، فممكن اننا نرقدوهم نديروهم في واحد البواطه ونخليو هاد الفخيضات ديال الدجاج يتشرملوا مزيان في هاد العطريه ليله كامله حتى الوقيته ديال الغداء، وعاد كنخرجوهم ديك الساعه لكم الاختيار، اما تدخلهم فران اما تشويهم على حسب الرغبه. ما عندناش الوقت، راه ساعه كافيه ساعتين كافيه صباح كله كافيه، يعني ينفطروا مثلا ونوجدوهم ونخليهم نغطيهم بلاستيك الغذائي اولا نغطيهم في بواطه ونخليهم في الثلاجه مرقدين واحد ساعتين ولا ثلاثه ولا اربعه ديال الساعات حتى نبغيو نوجدوا الغداء، وعاد ديك الساعه يعني كنطيبوهم. الطريقه باش نطيبوهم لكم الاختيار، بعد ما كيبقاو مرقدين ومشرملين مزيان في هاد الاقامه اللي درنا ليهم، ديك الساعه كناخذوا المول اللي كيدخل الفران وكنزلوا هاد الفخيضات ديال الدجاج وكنغطيو بالورق الالومنيوم وكنخليوهم تقريبا واحد ثلث ساعه حتى نص ساعه، ما كيفوتوش هاد الوقيته في الفران، درجه الحراره متوسطه واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. عاد ديك الساعه كنحيدوا هذاك الورق الالومنيوم، ودائما الورق الالومنيوم ما نلصقوش على اللاطه او داك المول اللي فيها الماكله، نخليوها شويه مقبه يعني بحال ما يعني ما وصلش اللاطه ما قيساش هذاك اللحم او داك الدجاج اللي درنا، وكنخليوهم يعني ملي كيطيبوا 30 دقيقه حتى 20 دقيقه يعني ثلث ساعه حتى نص ساعه، نحيدوا داك الورق الالومنيوم وكندهنوا غير دوك الفخيضات بشويه ديال الزبده، وهو انه هذاك الياغورت مسوس غادي يفتيه لينا وهذيك الزبده غادي تحمرو، وخاصه الا كان فيه كيف قلنا بقى فيه يعني شويه ديال الجلده ديالو، فملي غادي ندهنوه بالزبده غادي يجينا محمر. كيف ممكن انكم تشويو بالطريقه العاديه في الفخر. بالنسبه لهاد الفخيضات ممكن انكم ديروا في لاطه ديال الفران، تاخذوا البصله البيضاء تقطعوها يعني شنيفات هكا على شكل دوائر وتديروها مع هاد الفخيضات وتخليوها 30 دقيقه يعني حتى كطيب مزيان وكتنزل، وديك الساعه كنقدموهم مرافقين، سواء درنا شويه ديال الرز بيض او الرز صفر بخيزو وجلبانه مثلا مقطعين طريفات صغار، او البيغا ديال البطاطا اللي تيبغيوها الوليدات على حسب
الاختيار ديالكم، نمشيو لاقتراح اخر واللي هما شرائح ديال اللحم اولا الدجاج، يعني على حسب اللي متوفر عندنا. بعد نوبات بهذه الوصفه مره نديرو ستيك ديال الدجاج، مره نديرو ستيك ديال اللحم. غادي نحتاجو شرائح ديال اللحم اولا ديال الدجاج، يعني لي ستيك ديال اللحم اولا ديال الدجاج، جوج معالق كبار ديال الزبده، كاس متوسط ديال الحليب سائل، شويه ديال الملح والابزار، ثلاثة ديال الفرمجات متلتين. غادي نعاود، هادو هما المقادير، شرائح لي ستيك ديال اللحم اولا ديال الدجاج اللي متوفر عندنا وعلى حسب الرغبه، ومره نديرو الدجاج مره نديرو اللحم. جوج معالق كبار ديال الزبده، كاس متوسط ديال الحليب سائل، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، ثلاثة ديال الفرمجات متلتين. غادي ناخذ دوك شرائح ديال اللحم، ودائما شرائح ديال اللحم اولا ديال الدجاج فاش نجيبوهم نحاولوا اننا نديروهم في ما بين جوج بلاستيكات، وناخذوا المدلك ونضربوهم واحد شويه باش داك اللحم ديال ستيك ديال اللحم اولا ديال الدجاج هذوك لي ستيك ينزلوا كيوليو مبسطين، ما كتبقاش يعني جهه طالعه بزاف، فكنضربوهم بالمدلك اولا ممكن الكزار مباشره يبسطهم لينا. غادي ناخذوا دوك شرائح ديال اللحم اولا ديال الدجاج اللي درنا، غادي نتبلوهم من جهتين بالملح والابزار. غادي ناخذوا واحد المقله، ومن الاحسن نديروا المقله اللي ما كتلصقش، غادي نديروا فيها دوك جوج معالق كبار ديال الزبده، وغادي نحطوا شرائح ديال اللحم اولا ديال الدجاج ونخليوهم كيتحمروا كيتقلاو وكيولي اللون ديالهم ذهبي، يعني كيتحمروا من جهتين، ودائما نديروا على عافيه مهيله لانه درنا غير الزبده بوحده باش ما تحرقش لينا. نخليوهم حتى كيتحمروا كيتجمروا لينا من جهتين على عافيه مهيله مع دوك جوج معالق ديال الزبده. من بعد كنهزوهم هادوك الشرائح ديال ستيك دوك ستيك ديال اللحم اولا ديال الدجاج، كنحتفظوا بهم في واحد الطبسيل على جنب، وكناخذوا ديك المقله فيها دوك الزبده اللي تحمر فيها داك اللحم، وكتطلق واحد العصاره، كنعرفوا داك اللحم اولا الدجاج كيطلق ديك العصاره ديالو، وما كنغسلوها ما نهائيا، السر انه ديك المقله تبقى في هذيك الزبده يبقى في هذوك العصاره ديال ستيك اللي درنا. وكناخذوا ديك المقله كنديروا فيها كاس متوسط ديال الحليب سائل ودوك ثلاثه ديال الفرمجات متلتين، ونتبلوا بشويه ديال الملح والابزار على حسب الذوق، وكنبقاو نمعكو المعلقه ديال الخشب على داك الفرماج متلس حتى كيذوب لينا وكيسيح، وكنحصلوا على واحد صلصه، وهذاك الحليب الحليب ما يكونش الكاس الكبير، يعني ما يكونش كاس كبير، يعني غير كاس متوسط باش ما يجيناش الحليب، لانه من غير هذاك الفرماج ما دايرين حنا لا نشا لا طحين اللي غادي يعقدوا لينا، هذاك الشيء علاش يعني نردوا البال بالنسبه للكميه ديال الحليب ما تكونش كثيره، يعني كاس العنبه كاين ما صغر منه، هذاك كاس صغير ديال الاتاي نعمروه بالحليب، كاس متوسط ديال الحليب سائل. فقلنا هو بهاد لي ستيك ديال اللحم كيطلقوا واحد العصاره بنينه، فملي كنزيدوا ليها هاد المقادير ديال الصلصه كتجينا لذيذه بزاف. ولا ما كانتش فقلنا شرائح ديال اللحم، قلنا شرائح ديال اللحم ولا ديال الدجاج بسطناهم بالمدلك ما بين جوج بلاستيكات، تبلناهم على جهتين بشويه ديال الملح والابزار، ودرناهم في مقله اللي ما كتلصقش كيتقلاو كيتحمروا مع جوج معالق كبار ديال الزبده وعلى عافيه مهيله. ملي كنشوفهم انهم تحمروا لينا كنهزوهم ونديرهم جانبا في واحد الطبسيل، وهذيك المقله ما كنغسلوهاش، هذيك المقله اللي نزلت ليها نزلت فيها هذيك العصاره ديال اللحم اولا ديال الدجاج مع هذيك المعلقه ديال الزبده اللي دابوا لينا وحمروا لينا دوك الشرائح، هذيك المقله هي اللي كنديروا فيها كاس متوسط ديال الحليب سائل، ثلاثه ديال الفرماجات متلتين، شويه ديال الملح والابزار، كنبقاو نضغطوا كنوركوا على ديك الفرماجات متلتين باش كيذوبوا لينا وكيتجانسوا مع بعضياتهم مع داك الحليب، ثم كنعاودوا نرجعوا دوك الشرائح ديال اللحم اللي حمرنا اولا ديال الدجاج كنديروهم في هذيك الصلصه باش كيشربوا لينا هاد الصلصه، يعني كيجيونا رطبين كيجيونا فتيين من الداخل، وكنخليوها حتى كتبدا تعقد لينا كتولي هي الصوص، يعني صلصه اللي هي خفيفه يعني ما كثيرش بزاف، كتجينا معلكه مباشره كنزلوهم في يعني في طبق التقديم مع هذيك الصلصه، وممكن اننا نزيدوا شرائح ديال الشامبينيون اما المعلب ولا العادي اللي كيكون طري مقطع على شكل شرائح مع دريس ديال الثومه، هادو اضافات كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، وممكن تقدموهم دابا مع الصيف مع الصلصه مع يعني الشلاضه اللي فيها خيزو والكرومب، كتجي لذيذه ومعروفه، وكثير من السيدات يعني كيطبقوها، هو انه ناخذوا ربع كرومبه نغسلوها مزيان نحلوها في واحد يعني في واحد الاناء فيه الماء، نديروا قطرات ديال الخل ولا الحامض ونخليوها ونبقاو نحلوا فيها، يعني ماشي نحلوا فيها تتحل، بقاو هكا بيدينا بجوج نبقاو نحلوا فيها
وهي مازال محافظه على الشكل ديالها، باش هذوك الوريقات كلهم كيتغسلوا وكنشوفوا انه اي حاجه فيها راه كتولي في الماء. من بعد غادي نصفيوها وغادي نقردوها رقيق، يعني ناخذوا غير مثلا هو كاين ناخذوا مثلا ديك القراده ديال اما هذيك اللي كندوزوا فيها مطيشه والبصله، اولا ناخذوا غير القرطه ونحاولوا اننا نحطوا هذاك الكروم ونبداو نقردوا. راه هو دغيا تيتبعنا ساهل يتقرد رقيق الخاصه بقناه امور كيف ممكن مسيونة. هو من الاحسن الكروم اللي مثلا ما عندوش معاه بزاف في الماكله ديالو، من الاحسن انه يحكوا في الحكاكه الغليظه. علاش؟ لانه ملي كنحكوا في الحكاكه الغليظه كيولي مقبول بزاف في الماكله ديالو، يعني كيولي صافي ساهل يعني مخلط مزيان، واللي عزيز عليه فممكن انه يقردوا في القراده رقيقه. وقلنا غادي ناخذوا مثلا ربع كرومبا، هو راح تبارك الله فيه يعني تيخلف، يعني فاش نحكوه تيخرج كميه ما خاصوش يكون كثير بزاف الا الا كانوا تبارك الله غادي نديروا شلاده كبيره. فقلنا غادي ناخذوا غير ربع كرومبا صغيره، غادي نحكوها في الحكاكه الغليظه بعد ما نكونوا غسلناها مزيان ودرناها في الماء والخل، غادي نحكوها في الحكاكه الغليظه وكنحصلوا على الكرومب محكوك. غادي نزيدوا ليه واحد خيزو ولا جوج حتى هو محكوك في الحكاكه اللي عوينا تغلاظ، وكنخلطوهم مع بعضياتهم. كنديروا كميه ديال المايونيز باش كتجينا معلكه ما كيبقاش داك الكرومب ناشف باش كينزل، وكنديروا قطرات من الخل، شويه الملح والابزار، وكنخلطوا هادشي كله مزيان. يعني ساهله وكتجي بنينه، خيزو محكوك، الكرومب محكوك، معلقه ديال المايونيز. ضروري انه نزيدوا معلقه ديال المايونيز خاصه اللي كنصايب في الدار، غادي تجينا بنينه بزاف. المعلقه ديال المايونيز على حسب، يعني كنبقاو نزيدوا وكنخلطوا حتى كنشوفوا هذيك الشلاده كل هذاك خيزو الكروم كله تغلف بداك المايونيز، يعني ولا معلك. وغادي ناخذوا الخل، قطرات من الخل، نديروا شويه الملح والابزار، وفي التزيين غادي نديروا يعني الزبيب. غادي ناخذوه ونقيوه مزيان، حيدوا لي داك دوك الجنيبات اللي تيكونوا فيه ديال الزبيب والعويدات ديالو، وغادي يتغسل مزيان ويتنشف، ما نزيدوش هو في الماء ديالو، يتنشف مزيان. وغادي نديروه على هذيك الشلاضه لانه كنعرفوا ان الكرومب يعني مر شويه يعني محمض المايونيز، فبهذاك هاد الشلاضه ضروري تكون مالحه وحلوه، فملي كنزيدوا ليها هذاك الزبيب كيهرس لينا داك المذاق. ممكن تدخلوا يعني جربتها حتى بطريفات ديال التمر حتى هي كتجي زوينه. وفي التزيين كنرشوا اما بالكاجو محمر اي واحد 5 دراهم ولا 10 دراهم على حسب اللي متوفر، اولا الكاوكاو محمر واحد 3 دراهم ديال الكاوكاو محمر عند المزرعه، يعني راه نحيدوا لي القشره ديالو وكنفرتوه هكا من الفوق، راه كتجي زوينه، كتجي لذيذه بزاف ومنعشه بالنسبه لهاد الصيف. ضروري انكم تهرسوا اما بطريفات ديال التمر مقطعين صغيورين، اما يعني شلاده الوصفه الاصليه ديالها كانت بالزبيب، فعلى حسب الرغبه ديالكم اللي متوفر عندكم. هذه ممكن تجي مرافقه سواء الفخيضات ديال الدجاج، سواء الشرائح ديال اللحم او الدجاج اللي عطيت دابا على حسب الرغبه. غادي نمشيو بالنسبه لواحد التحليه بالبقايا ديال الكيك. بعد نوبات كنصايبوا شي كيكه وتيبقى لينا داك واحد الطرف مثلا ما تكالش وبقى ناشف، يعني ولا ناشف، فما تنبغيوش انا نرميو، فاكيد انا نديرو به مثلا شي حاجه كتحليه. غادي ناخذوا في المقادير البقايا ديال الكيك اللي عندنا، ساشي ديال الفلون ديال الشكلاط، نص سيترو ديال الحليب، ثلاثه المعالق كبار ديال السكر سنيده، جوج معالق كبار ديال الكاكاو، وغادي نحتاجو الفاكهه اللي عندنا يعني كيوي مونغ على حسب الرغبه. هذا التزيين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. فقلنا غادي نعاود بالنسبه لواحد التحليه سهله، البقايا ديال الكيك اللي بقى لينا كيس ديال الفلون ديال الشوكولات، الفلون كنتكلموا على الفلون الكبير، نص سيترو ديال الحليب، ثلاثه معالق كبار ديال السكر سنيده، جوج معالق كبار ديال الكاكاو، والتزيين اي فاكهه عندنا. بالنسبه للطريقه هو انه كناخذوا داك الطرف ديال الكيك اللي نشف لينا اللي بقى شايط، غادي نفرتوه مزيان وغادي نديروه في المول ديال الكيك سواء طويل مستطيل مربع، يعني داك الكيك سواء ديال الشوكولات اولا ديال الكيك العادي داك الطرف اللي بقى لينا غادي نفرتوه، فرتوه مزيان اولا نحكوه في الحكاكه باش كينزل كله يجي بحال شابلو، ولا نخليو طريفات صغيورين هكا مفرتت مزيان. وغادي ناخذوا المول الا كان كيلصق لينا ناخذوا المون ندهنوه مزيان بالزبده ونديروا هاد البقايا ديال الكيك اللي شاط لينا بعد ما فرتتناه مزيان. وغادي نمشيو غادي ناخذوا كاسرونه غادي نديروا فيها سيترو ديال الحليب، ساشي ديال الفلون ديال الشوكولات، ثلاثه المعالق كبار ديال السنيده، جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر، غادي نخلطوهم مزيان عاد كنديروهم فوق عافيه مهيله
حتى كيغلي لينا داك الفلون كيوجد وكنخويه من فوق هذاك الكيك اللي فرستنا. وضروري انه الكميه ديال الفلون تكون كتفوق يعني الكميه ديال الكيك، يعني ما يكونش الكيك غالب على الفلون على هذا الخليط اللي درنا. فمجرد ما كنخويو غادي نشوفوا انه يعني غطى لينا هذا الفلون، غطى لينا وداك الحليب غطى لينا داك الكيك اللي درنا اللي مفرتت في المول تحت. مباشره كندخلوها للثلاجه حتى كتقبط لينا مزيان في راسها وكتبرد، وعاد ديك الساعه كنقلبوها. والتزيين على حسب الرغبه ديالكم، عندكم شويه ديال الشونتي، عندكم اي فاكهه درتو كيوي او لا اناناس طريفات او لا فريز او لا مونغ على حسب الرغبه ديالكم، ونرشو سواء بالكوك الابيض او لا بالكوك محمر او لا بالمكسرات يعني اللوز كونكاسي محمر او لا اللوز افيلي محمر على حسب الرغبه ديالكم. راه كتجي زوينه بزاف، نتمنى انكم جربوها يعني فوق ما يبقى عندكم البقايا ديال الكيك. الا ما بغيتوش ديروها في القالب ديال في المول ديال الكيك العائلي يعني اللي كبير، راه ممكن بسهوله طرف ديال الكيكه اللي ما تكلش لينا في الدار او لا بقى شايط او لا نشف لينا يعني ما ولات الكيكه ناشفه، ناخذوها ونفرتوها مزيان وناخذوا مثلا دي فيغين هكا كؤوس ولا زليفات ولا الكيسان، هذوك الكيسان اللي كنديروا فيهم العصير اللي تيكونوا عراض، هذوك ناخذوهم ونحاولوا اننا نديروا نعمروهم بواحد الطبقه ديال هاد ديال هاد يعني الكيك اللي شات لينا واللي فرتتنا. وديك الساعه نمشيو ناخذوا نصايبوا فلون، يعني قلنا فيه نسيترو د الحليب وساشي ديال الفلون ديال الشوكولات وثلاثه المعالق ديال السكر سنيده وجوج معالق كبار ديال الكاكاو. وديك الساعه نتوما نوعوا، مره ديروا فلون ديال الشوكولات، مره ديروا الفلون ديال الفاني، مره ديروا الفلون فريز وزينوا مثلا بالفريز على حسب النكهه اللي درتو في الفلون هي اللي تذوقوا بها من الفوق. ممكن انكم ديروا دابا كاين داك الفلون بالبندق يعني بنوازيت، حتى هو المذاق ديالو زوين على حسب الرغبه ديالكم. ملي كيغلي لكم هذا الخليط فوق العافيه ضروري ان حتى نخلطوا هذا الفلون مع هذا الحليب ومع باقي المقادير بالطراب يعني باليدوي ديال السلك اولا بشي معلقه حتى يتخلط مزيان، عاد نديروا فوق عافيه مهيله وتا يغلى لينا. ملي كيغلي لينا ديك الساعه كنخويو على داك الكيك اللي درناه هذوك الكويسات، وخاصو يكون مغطي يعني صافي. ديك الساعه كنعمروا دوك الكيسان صافي كندخلهم حتى كيقبط راسهم، وهكذا غادي نكونوا درنا ديسير تحليه من واحد الحاجه اللي كنا غادي غير نرميوها مثلا اولا كنا غادي نخليوها يكون اصلا داك الكيك اللي نشف لينا يعني شايط. وإلا بغيتو تجربوها وبقى لكم خليو يعني كليتو كيكه مع وليداتكم مع افراد الاسره خليو واحد طريف واللي باقي فتي باقي رطب، وديك الساعه عاودوا ديروا هاد التحليه. غادي نختمو بالعصير ديال الدلاح، كنعرفوا دابا الصيف الموسم ديال الدلاح، فغادي ناخذوا واحد العصير ديال الدلاح، غادي ناخذوا واحد طريف ديال الدلاح يكون متوسط يعني واحد طرف ديال الدلاح، وغادي ننقيو ونحيدوا لي ديك القشور ديالو الزريعه يعني القشره عادي، نخليو غير ديك الهبرات ديال الدلاح ونحيدوا لي الزريعه ونقطعوا طريفات. غادي نحتاجوا ثلاثه ديال الخوخات مقطعين ولكن بالقشور ديالهم، يعني نقطعهم طريفات ونخليهم بالقشره ديالهم حيدوا لهم هذاك العظم الدخلاني. كاس كبير ديال الحليب وسنيده على حسب الذوق. غادي ناخذوا الكاس ديال خلاط كهربائي نديروا واحد الطرف ديال الدلاح يعني ماشي طريف صغير، واحد يعني بحال قلت يعني واحد الطرف اللي فايت يعني فايت يدينا يعني فايت القياس ديال يدينا، يكون واحد الطرف مهم لانه هذا العصير الغالب عليه الدلاح. غادي ناخذوا الطرف ديال الدلاح وغادي نزيدوا ليه ثلاثه ديال الخوخات اللي حيدنا لهم غير العظم وقطعناهم طريفات صغيورين وخليناهم بالقشره ديالهم، ما نحيدوش القشره غير تغسل مزيان، ونديروا ليهم كاس ديال الحليب بارد والحلاوه على حسب الذوق، وكنطحنوا هذا العصير كيجي زوين بزاف ونخليوه حتى كيبرد لينا مزيان، راه كيجي زوين بزاف. وبعد نوبات الا طحنا في شي دلاحه اللي هي باسله ما فيهاش المذاق ممكن اننا نحولوها عصير، وديك الساعه اما نخلطوها مع الخوخ بالقشره ديالو اولا الدلاح كيمشي مع البنان مزيان، كيمشي مع الخوخ، كيمشي مع الليمون على حسب الرغبه ديالكم، وطحنوهم وزيدوا ليهم الحلاوه على حسب الذوق اولا العسل ككميه. وباش ما تبقاش ديك البسوليه ديال الدلاح بما انه يعني ماشي حلوه، ديك الساعه ديروا ساشي ديال الفاني ديال الزهر اولا ساشي ديال الفاني عادي وزيدوا واحد معلقه ولا جوج ديال الماء ديال الزهر، راه كيبنن لي العصير وما كتبقاش ديك الدلاحه كتبان انها باسله، يعني الا لانه لقيناها باسله معنا ما نديروا ليها غادي نرميوها، فعلاش ما نصيبوش بها عصير؟ كنطحنوا هذاك الطرف ديال الدلاح اللي هو باسل كنديروا ليه ليمون اولا نديروا معاه بنانه على حسب الرغبه اضافه اللي بغيتوا، وديروا دائما ساشي ديال الفاني مع
معلقات ديال الماء زهر اولا ساشي ديال الفاني بالنكهه ديال الزهر. نتمنى تجربوا هاد الاقتراحات ونتمنى انهم يعني يعجبوكم هادو شيوات ساهلين خفاف بساط في متناول جميع السيدات وبصحه والراحه. Bye, see you.